شاهدينا معي عبر الهواء مباشرة السيد أحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي من عمان. مرحبا بك سيد عزام إلى هذه المواكبة. نتحدث بداية من توقعات الاقتصاديين بأن إجراءات الفيدرالي تدفع إلى الركود الاقتصادي. كيف تقيم إجراء الفيدرالي الأخير بتثبيت سعر الفائدة؟ نعم، بكل تأكيد الفدرال الأمريكي قد قرر توقف عن رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت، أو كما أسماه جيروم باول رئيس الفدرال الأمريكي سكيب، هو تخطي في الاجتماع الماضي نظرا لانخفاضات أرقام التضخم إلى وصولهم إلى 4% على مستوى سنوي. بكل تأكيد لا تزال 4% رقم بعيد عن مستهدف الفدرال الأمريكي الذي هو 2%، لكن الإشارات انخفاض أرقام التضخم من ذروته 9.1% إلى 4% دفعت الفدرال الأمريكي على رأسهم جيروم باول بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة وصولا بها إلى 5 إلى 5.25%. لكن في البيان وفي التصويت للمنحنى النقطي لأعضاء الفدرال الأمريكي كانوا قد أشاروا بتصويتهم بتوقعات أعضاء الفدرال الأمريكي بأن أسعار الفوائد قد ترتفع بالرحمن إلى 5.6%، دليل على أن إمكانية تجديد السياسة النقدية لا يزال على طاولة الفدرال الأمريكي، لا تزال إمكانية رفع أسعار الفوائد واردة في حال ارتفاع أرقام التضخم. هذا يدفعنا عبد الرحمن للنظر إلى أرقام الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي. الفدرال الأمريكي أو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وصل فيها الناتج المحلي الإجمالي 1.1% لربعين متتاليات. المخاوف إثارة الذعر من الركود في الفترة القادمة، واللي هو طبعا أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليات بشكل سلبي، هو ما قد عاشه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في العام المنصرم عندما ضربت أرقام الاقتصاد أو ضرب النمو الاقتصادي لربعين متتاليات بشكل سلبي، لكن هو ركود تقني وليس ركود بشكل كامل، لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأن الركود رسمي، نظرا لأنهم يتبعون عدد من البيانات الاقتصادية. فيما لو دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الركود التقني فهنا تثير المخاوف بأن إمكانية دخول الركود بشكل رسمي واردة جدا. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية بالمجمل عبد الرحمن، مؤشر التصنيع، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي سجل انكماش لمدة 5 أشهر متتالية في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك بعض المخاوف لدخول مرحلة الركود واردة، لكن معدلات البطالة لا تزال منخفضة 3.7%، هي ما يعطي الفدرال الأمريكي بعض الارتياح، لأن البطالة الأمريكية البطالة تحديدا اقتصاديا يجب أن تسجل ارتفاعات لكي تدخل مرحلة الركود، فهو قد يعطي هو ما أعطى الفدرال الأمريكي مرحلة التفاؤل بأن الركود قد يكون بعيد بعض الشيء. بيان الفدرال الأمريكي قد ذكر بأن عام 2023 قد ينتهي بدون مرحلة الركود، المخاوف بأن 2024 قد تدخل مرحلة الركود. يأخذنا هذا الشيء لنقطة أخرى عبد الرحمن، اللي هو عوائد السندات. عندما تنعكس منحنى العوائد السندات يكون هناك مخاوف بإمكانية دخول الركود، وهو ما حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام. هذا ما قد أعطى انطباع ومخاوف للمستثمرين بأن مرحلة الركود واردة جدا. انطباع بشكل عام تجديد السياسة النقدية هل يستمر بها الفدرال الأمريكي ويضرب النمو، هي حرب ضد التضخم عبد الرحمن. لا أعتقد أن الفدرال الأمريكي سيتوقف عن تجديد السياسة النقدية إلا لو جاءت أرقام التضخم عند المستهدفات المتوقعة أو المستهدفات التي يضعها الفدرالي الأمريكي، وهو ما قد أشار بعض الشيء بأن التضخم قد يسجل انخفاضات في الفترة القادمة، لكن هنا المخاوف من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة. عندما ننظر إليه عبد الرحمن وعند مستويات 5.3% عند المتوسط المرتفع لمدة تقريبا 7 أشهر متتالية، مما أعطى الفدرال الأمريكي بعض المخاوف بأنه تضخم راسخ في الاقتصاد. هذا ما قد يدفع الفدرال الأمريكي لتجديد السياسة النقدية كما ذكرنا عبد الرحمن في البداية، إذا ما جاءت أرقام التضخم في الفترة القادمة وتسجل ارتفاعات، خاصة أن الركود التقني بدأ يضرب الاقتصادات، أولهم الاتحاد الأوروبي عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي أرقام سلبية لربعين متتاليات، فهنا مخاوف الركود واردة، لكن على ما أعتقد ليست في عام 2023، قد تبدأ مرحلة الركود في عام 2024 فيما لو جاءت أرقام سلبية. طيب
في انجلترا بعد 12 عمليه رفع فائده من بنك انجلترا لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعه ويحتاج مزيدا من اجراءات التجديد. ما توقعك لمخرجات اجتماع البنك؟ نعم عبد الرحمن، عندما ننظر الى ارقام التضخم في بريطانيا 8.7% لا يزال بعيد كل البعد عن المستهدفات المخطط لها بالنسبه لبنك بريطانيا، حتى لو سجل تباطؤ في قراءه الغد عند 8.8% لا يزال بعيد. فلذلك على ما اعتقد بان اجتماع اليوم الخميس قد يحمل رفع اسعار فائده بمقدار 25 نقطه اساس لبنك بريطانيا، لكن قد يكون هناك نبره بعض الشيء حياديه لتجديد او دوره تجديد السياسه النقديه في الفتره القادمه، نظرا لان ارقام النمو ايضا في بريطانيا لمده 5 أرباع متتاليه اي ما يقارب العام وثلاث اشهر يسجل ارقام متواضعه. النمو الاقتصادي في بريطانيا 0.1% لتقريبا ثلاث قراءات، واحدى القراءات كانت سلبيه، فلذلك ارقام النمو مخيفه. جدير بالذكر هنا عبد الرحمن بان لو نظرنا الى ارقام النمو المتواضعه، ارقام النمو السيئة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، فعلى ما أعتقد أن بريطانيا تبحث عن الهارد لاندينج. الهارد لاندينج هنا أقصد به عبد الرحمن هو انخفاض أرقام التضخم، لكن أن يكون النمو أيضا سلبي أو النمو سيء. فلذلك عندما ننظر مخاوف الركود، مخاوف أرقام سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي البريطاني واردة جدا، لكن في الاجتماع قد يكون هناك بعض التوقعات، بعض الإشارة للمنحنى الاقتصادي بأن أرقام التضخم قد تضاقت، أرقام باردة، أرقام ناعمة بالنسبة للتضخم البريطاني قد تكون واردة في المستقبل، نظرا لأن فواتير الطاقة المنزلية قد سجلت انخفاضات بشكل قوي. الغاز حتى في الاتحاد الأوروبي، في مجموعة الاتحاد الأوروبي قد سجل انخفاضات بشكل متتالي. فعلى ما أعتقد مكونات التضخم قد تعكس أن التضخم قد يكون بارد. لما لا نرى قبل الربع الثالث نرى أرقام التضخم في بريطانيا تنخفض إلى 6.5% إلى ما يقارب 6% أيضا، لكن أرقام التضخم لا تزال مرتفعة. فعلى ما أعتقد 25 نقطة أساس مع الإشارة إلى إمكانية التدخل فيما لو كانت أرقام التضخم مرتفعة ب 25 نقطة أساس واردة جدا، خاصة مع تصويت أعضاء البنك البريطاني في الفترة الماضية. 7 أعضاء سجلوا أو 7 أعضاء قد صوتوا إلى رفع أسعار الفائدة، عضوين فقط صوتوا إلى تثبيت أسعار الفائدة. فيبدو أن المجلس لا يزال صفوري بالنسبة للبنك بريطانيا، ف 25 نقطة أساس وارد يوم الخميس. طيب إذا تحدثنا عن الصين الآن، خفضت الفائدة الأسبوع الماضي، هل هناك إشارة إلى أن الصين ربما على وشك الشروع بجولة أخرى من التيسير النقدي في محاولة لزيادة التعافي؟ نعم عبد الرحمن، لو نظرنا إلى الاقتصاد الصيني وكأنه بمعزل عن الاقتصادات الأخرى في الحالة الاقتصادية، في انتفاعات أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى، وإن الصين كان يغرد خارج السرب بأرقام تضخم منخفضة، فكانه بمعزل عن العالم كله، مع أنه هو بكل تأكيد هو الصلة الوثيقة بالنسبة للعالم كله. الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فعندما ننظر إلى سياسة التحفيز، نعم يحتاج التحفيز خاصة مع أرقام النمو السلبية. عبد الرحمن، عندما افتتحت الاقتصادات مع بداية العام كنا قد شهدنا حالة من التفاؤل أن يتجه أرقام الصين بشكل إيجابي جدا، لا بل حتى الحكومة الصينية قد وضعت توقعات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأرقام مرتفعة جدا. هذا الشيء قد تبعثر مع الأرقام الاقتصادية الأخيرة، كنا قد شهدنا أرقام نمو منخفضة جدا، حتى الاستيراد بالنسبة للنفط كان قد سجل انخفاضات كبيرة جدا، الطلب العالمي منخفض جدا. على ما أعتقد عبد الرحمن ممكن أن نعزي الأرقام السلبية إلى انخفاض الطلب العالمي. بكل تأكيد الصين مع الاقتصادات الكبرى بصلة وثيقة جدا، فعند انخفاضات الطلب العالمي من الاقتصادات بشكل كامل فبكل تأكيد ينعكس بشكل سلبي على الصين. فوارد جدا أن نشاهد أرقام سلبية في الفترة القادمة للصين. نعم بكل تأكيد تحفيز السياسة النقدية، تخفيض أسعار الفوائد واردة جدا، خاصة لو ما نظرنا إلى أرقام التضخم 0.2% بالنسبة للصين، فهم يحتاجون أيضا لارتفاع أرقام التضخم. فتحفيز السياسة النقدية، تخفيض أسعار الفوائد، على ما أعتقد السياسة المثلى بالنسبة للصين في الوقت الحالي، خاصة مع تكتل الأرقام الاقتصادي السلبي وأرقام التضخم المنخفضة بالنسبة للاقتصاد الصيني.
طيب، ما قصة التوجه نحو القارة الأفريقية مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي أو حتى من الأسواق الآسيوية؟ نعم، عندما ننظر عبد الرحمن إلى أنواع الاستثمارات، فبكل تأكيد الاستثمارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو حتى الاقتصادات الكبرى بكل تأكيد تتجه للدول النامية، الاقتصادات النامية. عندما ننظر إلى الاتحاد الأوروبي، توجه واضح جدا بالنسبة للقارة الأفريقية، ليس فقط عندما ننظر إلى الاتحاد الأوروبي، لا بل حتى عندما ننظر إلى الصين، كانت قد شرعت في فترة من الفترات بمبادرة دخول الدول النامية، دخول الاقتصادات الدول النامية، لمحاولة أيضا استقطاب دول صديقة. فعلى ما أعتقد الاتحاد الأوروبي تمر بنفس المنهجية التي قد مر بها الصين في الفترة الماضية، وجدت القارة الأفريقية مكان جيد خصب جدا لبناء استثمارات في الاتحاد الأوروبي نفسه ضمن القارة الأفريقية. فعلى ما أعتقد توجه جيد جدا استثماريا، خاصة بتعطش القارة الأفريقية، تعطش الدول الناشئة، الدول النامية في الاقتصاد الأوروبي الأفريقي من استثمارات جيدة من الاتحاد الأوروبي. طيب، إذا انتقلنا الآن إلى ملف الطاقة سيد عزام، مستقبل النفط بعد الخفض الأخير لأسعار النفط من قبل منظمة أوبك، يعني ما رأيك به وكيف ستتأثر الدول المنتجة من ذلك الخفض؟ عندما ننظر وعبد الرحمن إلى الخفض طوعي كما تم تسميته، بكل تأكيد حتى ما بعد ما تم عملية التخفيض الأولى من منظمة أوبك، اتجهت المملكة العربية السعودية إلى تخفيض إضافي لمدة شهر بمقدار مليون برميل. لكن بالتأكيد أتى على ضوء دراسة يعني معمقة، والأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات، تأثيرات العالم بالنسبة لملف الطاقة والنفط، لذلك قررت أوبك أن يعني تخفض طوعيا إنتاجه. نعم، بكل تأكيد عبد الرحمن، هو مسمى التخفيض الطوعي نظرا لوجود حالة الطلب، العرض والطلب المتواجدة. بكل تأكيد عندما يقل الطلب على النفط، فيجب أن تتوجه منظمة أوبك لتقليل ذلك المعروض. فخفض الإنتاج ليس فقط كان طوعيا، لا بل هو أيضا له أسباب. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الأرقام المحتاجة أو الأرقام المطلوبة بالنسبة للنفط في الفترة الماضية، كانت قد سجلت انخفاضات مقارنة مع نفس الشهر في العام الماضي. فبكل تأكيد عندما ننظر إلى انخفاض الطلب، فبكل تأكيد نحتاج تخفيض المعروض. هذا ما قد اتجهت إليه منظمة أوبك، وحتى في الفترة الماضية الأعضاء بشكل أجمع وحتى أوبك بلس اتجهوا لتخفيض الإنتاج. بكل تأكيد وجود الأسباب، أسباب العرض والطلب، محاولة موازنة العرض والطلب، محاولة خلق الاستقرار السعري بالنسبة للنفط، كانت واردة جدا أو كانت مطلب أساسي بالنسبة لأعضاء منظمة أوبك. بكل تأكيد عندما ننظر أيضا إلى حتى السياسة المستقبلية بالنسبة للمنظمة نفسها، تتجه أيضا لإمكانية دراسة بشكل شهري على موضوع العرض والطلب عبد الرحمن. فبكل تأكيد عندما ننظر إلى الدراسة الشهرية، دراسة دولية بالنسبة للعرض والطلب، فبكل تأكيد نحتاج التدخل بالنسبة لمنظمة أوبك لخلق هذا الاستقرار السعري. لو أريد إجابة الشق الآخر بالنسبة عبد الرحمن إلى ما ذكرته، كيف سيتم تأثيره على الدول المصدرة للنفط؟ نعم، بكل تأكيد تخفيض النفط يكون له تأثير عندما يتم تخفيض الإنتاج، لكن لو ما نظرنا إلى الاستقرار السعري سوف يكون له إيجابية، لو تم ارتفاعات أسعار سوف يكون له إيجابية بشكل أكبر على الميزان التجاري. فعلى ما أعتقد خطوة تعتبر جيدة نوعا ما بالنسبة لمنظمة أوبك. طيب، ماذا عن الدولار؟ نرى مؤخرا تحول بعض الدول في تعاملاتها التجارية للتعامل بعملات غير الدولار، يعني روسيا، الصين بعملتي الروبل واليوان، هل سنشهد انخفاضا لهيمنة الدولار؟ انخفاض لهيمنة الدولار عبد الرحمن بشكل سريع، لا أعتقد ذلك بالتأكيد. عندما ننظر إلى احتياطات الدولار الأمريكي، فهي تصل إلى 60 إلى 62% من احتياطات العالم أجمع. فعندما ننظر إلى هذا الرقم بالتأكيد يعتبر رقم كبير جدا. إلغاء هذه الهيمنة يحتاج عدد كبير من التغيرات الاقتصادية، التغيرات الجيوسياسية. فيما لو نظرنا إلى المعاملات الاقتصادية المتواجدة والمعاملات التجارية عبد الرحمن، فغالبية المعاملات المتواجدة حاليا على سطح الاقتصاد فهي بكل تأكيد موقعة بالدولار الأمريكي.
فإلغاء هذه الهيمنة يحتاج إلى عمل كبير جدا. هي الحيثية التي قد ذكرت عبد الرحمن هي الروض العمل بهم لشراء النفط الصيني على ما أعتقد يندرج تحت قائمة الدول الصديقة، تحت قائمة دول البريكس التي قد اتجهت لتوقيع بعض المعاهدات في استخدام عملات غير الدولار الأمريكي. لكن هل يتم إلغاء الهيمنة؟ لا أعتقد ذلك بشكل قريب عبد الرحمن، مستقبلا ربما ذلك طبعا، لكن يحتاج الكثير من التغييرات في المعاملات الاقتصادية والمعاملات التجارية. في الآونة الأخيرة نشهد تحركا أمريكيا صينيا، زيارات متبادلة، هل سنشهد تنافسا أكبر بين الصين وأمريكا أم هناك تنسيق يعني سيكون بين الجانبين؟ العرش الاقتصادي عبد الرحمن لا يمكن أن يحتوي إلا دولة واحدة أو اقتصاد واحد. بكل تأكيد عندما يتم التنازع بين اقتصادات كبرى الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد والصين ثاني أكبر اقتصاد، بكل تأكيد يأخذنا ذلك إلى التاريخ عام 2020 أو ما قبل 2020 2019 تحديدا، عندما بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك التعرفة الجمركية، عندما تم فرض التعرفة الجمركية تم توقيع بعدها معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تم إلغاء هذه المعاهدة مع دخول فترة فيروس كورونا مع علاقات الاقتصاد. هذا الملف قد تم افتتاحه في الفترة الأخيرة، على ما أعتقد قد يكون هو مبادرة سياسية أكثر من أنها مبادرة اقتصادية، نظرا لاقتراب الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الرئاسية الأمريكية أقصد هنا. عندما ننظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فبكل تأكيد المبادرة أن تكون حرب تجارية أخرى، أن تكون هناك توجهات تجارية لمحاولة عزل الصين، بكل تأكيد قد تكون هناك إشارة رئاسية أو إشارة انتخابية بالنسبة لحزبين الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى ما أعتقد انفتاح الاقتصادات على بعضها قد يعطي بعض الشيء، بعض خلينا نحكي التعاطف بين الدولتين، لكن أن يستمر ذلك لفترة طويلة لا أعتقد ذلك، لأن زي ما ذكرت في بداية السؤال عبد الرحمن أن العرش لا يمكن أن يتصدره إلا اقتصاد واحد من الاقتصاد الأكبر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. طيب الآن تحدثنا بجزئيات كثيرة، الفوائد بالنسبة للولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، إنجلترا، مشكلات الصين والولايات المتحدة، وأيضا مشكلة الطاقة والنفط. إذا أرد أن أتساءل عن النظرة الاقتصادية لاقتصاد العالم اليوم، كيف يمكن أن نصف اقتصاد العالم اليوم؟ بكل بساطة الاقتصاد العالمي على ما أعتقد يمكن تلخيصه حاليا بالطلب العالمي. عبد الرحمن ننظر إلى الطلب العالمي، انخفاض الطلب العالمي أدى إلى نمو اقتصادي أقل، النمو الاقتصادي الأقل بكل تأكيد فتح المجال لمخاوف الركود. الركود هنا أقصد بعض الاقتصادات الكبرى، لأن ما يندرج على الاقتصادات الكبرى يندرج فورا على اقتصادات الدول النامية والدول الناشئة عبد الرحمن. فعندما ننظر بكل بساطة إلى الفترة الأخيرة، فترة النمو الاقتصادي بكل تأكيد منذ بداية عام 2023 لحتى من منتصف عام 2022 كنا قد شهدنا تراجع من الطلب العالمي، مما أدى إلى انخفاض أقطام النمو الاقتصادي. بالتالي مخاوف الركود متواجدة بكل تأكيد على الاقتصادات الكبرى، الاتحاد الأوروبي من ناحية الدخول حاليا ركود تقني، المملكة المتحدة أرقام النمو فيها عندما يقارب 0.1%، الولايات المتحدة الأمريكية 1.1%، الصين ما يقارب 2%، فبكل تأكيد هي أرقام منخفضة جدا تبعث القلق، تبعث الخوف على الاقتصادات الكبرى. فعلى ما أعتقد ممكن تلخيص هذه الإجابة عبد الرحمن بجملة واحدة هي مخاوف. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا في هذه المواكبة الاقتصادية. شكرا جزيلا لك.